تمخضت عن هذا الاجتماع. اليوم تمخض عن تشكيل 5 لجان، هي لجنة مكلفة باللوجستيك والتموين، ولجنة مكلفة بالإسعاف والإنقاذ في حالة الضرورة، ولجنة لليقظة والإنذار المبكر، ولجنة للاحتياجات والمناصرة، ولجنة للاتصال. هذه اللجان الخمسة ستبدأ عملها إن شاء الله ابتداء من اليوم. بالمقارنة مع السنوات الماضية لدينا وسائل على مستوى الولاية، هذه الوسائل موزعة حسب الآتي: وسائل موجودة عند قطاعات الدولة الموجودة، وزارة المياه والصرف الصحي، وزارة التنمية الريفية، وأيضا وسائل موجودة عند المجلس الجهوي، وسائل لدى البلدية. راجين إن شاء الله على أن هذه الوسائل اللي متاحة لنا على أنها تكون كفيلة بالتدخل في حالة الضرورة، وإلى عادة اللي لا قدر الله الأخطار أكبر من اللي موجود عندنا، سنرفع تقرير إلى اللجنة الوطنية للطوارئ على مستوى نواكشوط من أجل مدنا بالحاجات الضرورية إن شاء الله. في هذا الإطار أيضا اللجنة في اجتماعها اليوم قررت على أنها تقوم بتكوين متطوعين على مستوى الولاية في حالة الضرورة، واللجنة لا يتوفر لهم الإمكانيات اللازمة من الألبسة ومن الأدوات الضرورية للتدخل في حالة الطوارئ إن شاء الله.